فلا يصح الوقف على مجهول. تقول هذا وقف على شخص، اي من الشخص هذا؟ بس وقف على شخص، اي من الشخص؟ بس وقف على ما استفدنا شيء، فما اعرف هذا الشخص، مجهول، فلا يصح هذا الوقف. قال وكرجل، وقف على رجل ما يصح. وقف على مسجد، بعض اهل العلم قال على مسجد لان المساجد تتساوى، فاذا لم يحدد مسجدا اوقف على اي مسجد، لكن رجل لان هذه حقوق الناس يستفيدون منها، لكن المسجد هذا مكان عام، مكان عام ممكن يستفاد منه في اي مسجد على خلاف. قال ولا على احد هذين، احد هذين يعني يقول وقف اما على هذا واما على هذا، على احد هذين الرجلين وبس مات. وقف على احد هذين الرجلين، فهنا صحيح حدد لكن احد هذين الرجلين، بعض اهل العلم يرى انه يعمل قرعه، يعمل قرعه والذي تقع له القرعه ياخذ هذا الوقف، والعلم عند الله تبارك وتعالى. بعضهم قال يعني انه يعمل قرعه، لماذا؟ قال لان الوقف في الاصل انه من عقود التبرعات، من عقود التبرعات، الوقف والهبه والهديه والعطيه وهذه كلها عقود تبرعات هذه. طيب لانه بدون مقابل، بدون يعطيك اياها بدون مقابل، فعقود تبرعات هذه والقرض. فالمهم ان هذه عقود تبرعات فيتسامح فيها، يتسامح فيها. ولذلك لو اوقف على يعني مجهول قال احد هذين يعني لم يحدد احدهما، قلنا نعمل قرعه. طيب ليش تعمل قرعه؟ ليش ما تمنع الوقف؟ لا، نقول هذا خير، لماذا يمنع؟ قال طيب على اي اساس تعمل قرعه؟ قلنا يعني في النهايه يعني الذي خرجت له القرعه غانم، والذي لم تخرج له القرعه سالم. يعني ما في، لو قلنا قرعه واحد يحط 100 دينار اللي تطلع له القرعه ياخذ الوقف مثلا، واللي ما طلع القرعه تروح عليه 100 دينار، هنا صار يا غانم يا سالم، يا غانم يا غارم، يا ياخذ يا ماخوذ. هنا قلنا لا يجوز. اما اذا كان لا، اما غانم واما سالم، فهنا جاز. يعني يا تاخذ الوقف يا ما تدفع شيء، ما تخسر شيء، يعني اما غانم واما سالم، ما في باس هنا، يجوز. ولذا قلنا انه يعمل قرعه بينهما. نعم.